السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل معايا. معاك أخيك ذو الفقار من الأحواس. حياك الله. أنا شيعي مرحبا. ولكن تركت التشيع منذ 6 سنوات ولله الحمد. الحمد لله الذي من عليك بالهداية. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله، نسأل الله عز وجل الثبات عند الممات. أنا حقيقة أستاذ أشرف أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه الحبيب. يعني كنت أستمع لمقاطعك وردودك وإلزاماتك، فكنت حقيقة أزعل وأغضب، أقول يعني ما في شيعي طالب علم ومتمكن وباحث يرد على هذا الوهابي. نعم. وثم سبحان الله بدأت يعني أبحث عن شخص يرد على هذه الإلزامات ويجاوب على هذه الإلزامات وهذه الردود العلمية المنطقية العقلية، فوجدت يعني كثير من الدعاة والمشايخ، ولكن سبحان الله كلامهم ما كان لا شافي ولا كافي ولا وافي أصلا البتة. سبحان الله. ثم وجدت هناك شخص باليوتيوب، يعني أحد الأصدقاء حالني إليه قال هذا يعني قوي ويرد وعنده أدلة وأوائل آخر، وهو هذا المغنع ذو الفقار المغربي، سبحان الله، هذا المهرج. عندما استمعت يعني لكلامه فزاد الطين بلة، سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني ابتعدت أكثر عن مذهب الشيعة، سبحان الله. سبحان الله العظيم، والله وجدت طريقة كلامه واستدلالاته يأتي بالهرطقات والمتشابهات بأشياء، يعني يأتي بتوافه الكلام، والله كلام لا يغني ولا يسمن من جوع. نعم. والدليل الذي يعني الحمد لله تسبب في هدايتي وهو توحيد حب القرآن وسر الإيمان، سبحان الله العظيم، وجدت يعني أن الشيعة يعني بوسيلة وبعذر وبحجة الوسيلة والواسطة يشركون بالله عز وجل، نعم يا طيب. وكذلك الإمامة. الآن أنت الليلة موضوع بثك وهو الأصول، الإمامة الذي يعدونها من الأصول، ونجد يعني هم يقولون الأصل لا بد له من آية محكمة أو حديث جلي، أليس كذلك؟ نعم يقولون ذلك. طبعا إذا مثلا نأتي إلى أقوى دليل عندهم عند الشيعة بإمامة علي، هو طبعا ليس بقوي حقيقة، عندما بحثت وحققت هو ليس قوي، ولكن هم يقولون هذا أقوى دليل عندنا لإثبات إمامة علي بن أبي طالب. نعم. يقول الطوسي في كتابه تلخيص الشافعي كما لا يخفى عليه، أقوى دليل عندنا في إمامة علي بن أبي طالب آية الولاية، صحيح؟ نعم يا طيب. ثم يقولون علماؤهم أن هذه الآية من قبيل النص الخفي، فكيف يثبت أصل من أصول الدين بنص أحسنت. خفي؟ ونفس الكلام برضو قاله آصف محسن. سبحان الله العظيم، هذا من القرآن. صحيح ثم يا نأتي طيب. من السنة، يقولون عندنا أقوى دليل بالسنة هو حديث الغدير، أليس كذلك؟ نعم، قالوا عنه نص خلفي برضو ليس جلي. سبحان الله العظيم، مشريع الرضا يقول هذا نص خفي، وكذلك الحلي يقول هذا نص خفي. نعم. طيب نقول الآية ما دونه من باب أولى تكون في أخفى، وكذلك الحديث من باب أولى تكون يعني ما دونه مخفى. أحسنت يا طيب. أحسنت أكون الحبيب ذو الفقار. سبحان الله العظيم، فأنا والحمد لله. يعني أنا هذه نعم. الحصة نعم. ومن هذا المنبر أنصح جميع الأخوة الشيعة الضيوف الأعزاء، الذي يعني أقول لكم والله انزعوا جلباب التعصب والأهواز، أبشرك يا أستاذ شريف وأشرف عفوا، وأبشر جميع أهل السنة والجماعة على الله مقامهم، والله الأهواز التسنن وتوحيدا انتشر فيه كما انتشرت النار في الهشيم ولله الحمد لله، الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا يا طيب، وشاكر لاتصالك أسأل الله بسيدنا عز الفضل. وجل الله يحفظك، ويبارك في الله علمك يحفظك يا طيب. ويجزيك خير جدا. الحمد لله الذي يهديك، السلام عليكم. الذي انار بصيرتك للحق، والحمد لله الذي هداك للحق. ونعلم اخواننا الاحبه الحمد لله ان كثير من اهل السنه بداوا صحوه في بلاد الرافدين وفي بلاد الاحواز، وكما ذكرنا ان شاء الله لن تمر سنوات عشر الا وسنقول ايه، هسيبكم انتوا تكملوا.